السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم وصفة تغريبية ناجحة 100%، ماشي 100%. كما راكم تشوفوا هذا المنظر ديالها في الفرن، والحبات كامل تشقوا بدون استثناء. راح نشوفوا المقادير المضبوطة، طريقة التحضير بكامل تفاصيل الصغيرة والكبيرة، هكذا باش كامل نطيحوا في نفس النتيجة. شفتوا يعني تتلكم الحلوة تاع الطابع بكامل أسرارها. كذلك التعليقات راهم موجودين، راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف، يعني اللي جربها كامل نجح فيها رغم أنه يعني ما كانش تنجح له كامل. زيتوا جربوا هذه الطريقة وارجعوا لي بالأخبار. راح نبدأ الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحت. هنا من الأحسن تاخذوا جفنة ولا حاجة شوية واسعة، بعد نقول لكم علاش. كما شفتوا فرغت 250 غرام من المهجرين بدرجة حرارة الغرفة، عندي 250 غرام من الزيت، يعني ميزان قصتها بالميزان. عايرتها لكم في هذا الكؤوس، خرجت لي كاس معمر حتى للفوق، وهنا تقريبا ثلث الكاس. كذلك عندي 250 غرام من السكر كلاصي ولا السكر البودر، عمرت لي كاس ممسوح، والكاس الثاني يعني تقريبا ناقص اسبوعين. الفارينة يعني هذه الكمية الاخرى كامل اللي كانت عندي في الدار، لما وزنتها خرجت لي 945 غرام، يعني هي الكمية المضبوطة في هذه الوصفة 1 كيلوغرام من الفارينة. انا تقريبا كانت ناقصت لي 65 غرام. هنا كيما شفتوا فرغت هذيك المكارين، المهم تكون بدرجه حراره الغرفه. انا درت لابيل كيما شفتوا، فرغت هذيك الكميه تاع الزيت اللي هي 250 غرام، ولهنا راني نغربل في السكر كلاصي اللي كذلك هو 250 غرام. معناتها عندنا 250 غرام مكاري، 250 غرام زيت، و250 غرام من السكر كلاصي ولا السكر الناعم. شوفوا هنايا الخميره، ديت هذيك الملعقه تاع القهوه المتوسطه، ماشي هذيك الصغيره كامل، عمرتها يعني درتها بومبي، تقريبا درت واحد 7 غرامات، يعني هذاك الكيس تاع 10 غرام خليت منه شويه فقط. كذلك راح نغربل الفارينه، يعني شوفوا هنا درنا المقادير كامل دفعه واحده. انا اللي ما تحبش تتعب روحها تقدر تحكم كامل هاد المقادير، ديرهم في البيتخا ودير هذاك الكا ديالها وتصاب لي هاد المكونات مليح مليح. فقط ملاحظه مهمه، شوفوا انا ما درتش الفارينه كامل، يعني درت هاد المكونات، غربلت اغلبيه الفارينه وخليت تقريبا يعني واحد الكاس ولا نص. من بعد راح نشوف يعني نضيفه في الاخير كامل. كيما شفتوا يعني انا في كامل وصفاتي ما نتسرعش باش نضيف الفارينه، توجور ندير الكميه الاكبر ونخلي يعني شويه نضيفها بالتدريج، هكذا يعني باش ما يخسرليش هذيك الحلوه ولا هذيك الخبز ولا اي حاجه نكون نخدم فيها. وهنا نقول لكم ملاحظه، يعني من المستحسن تستخدموا الميزان خير، يعني اللي ما عندهاش ميزان ننصحها اشري ميزان. راهم كاين يعني انواع تاع ميزان يعني شويه رخاص وتقدري تكسبي في دارك، لانه مهم بزاف خصوصا في هاد الوصفه. صح انا عايرت لكم بالكؤوس، بصح تقدر وحده مثلا هذاك ثلث تاع كاس تاع الزيت يعني تفوتو شويه، ربما يعني راح تفسد لك الوصفه، ولا ربما راح تاخذ لك الفارينه اكثر من الكميه اللي درتها انايا. انا واش درت، يعني حكمت هذيك الزبده وهذيك الزيت، يعني بديت نعبص فيهم شويه هكذا باش ذابت لي كامل هذيك الزبده، وبديت بشويه ندخل الكميه تاع الفارينه. هنا شوفوا يعني في البدايه تحسوا بلي هذوك المكونات الجافه اللي هي الفارينه يعني جاتكم شويه بزاف، يعني هنايا ما تخافوش، هنا تبداو يعني تحكموا هذيك الفارينه وتبداو يعني تبسوا فيها كيما راكم تشوفوا، يعني بشويه بشويه مع الوقت، كل ما يجوز زوج دقائق تحسوا بلي هذيك العجينه بدات تنطم لكم تدريجيا، خصوصا اذا يعني كيلتوا المقادير وقستوهم بالميزان. يعني هنا ما تخافوش، فقط راح تكملوا وراح تدي لكم تقريبا هاد المدة تاع العجن حوالي 10 دقائق، هاي ليك. وحتى في الأخير كاملة يعني ما راحش تنطم لكم العجينة كيما تطموها عادي. شوفوا هنا، يعني هنا لقيت بلي العجينة مازال ما انطمتليش، إذا راح نزيد نواصل في نفس الطريق. أنا ما راحش نشدكم معايا، راح نكمل هاد المدة تقريبا ونوري لكم النتيجة النهائية. شوفوا يعني أنا تحسوا بلي العجينة انطمت، وراكم تشوفوا هاد القوام تاع العجينه، يعني هكذا الوصفه تاعكم راهي ناجحه 100%، وهي اللي راح تخلي تقريبا هذيك الغريبيه تاعكم تتشقق. شوفوا يعني لما تطموا هذيك الحبه تاع الغريبيه تحسوها بلي انطمت، لكن يعني فيها شويه تشققات، يعني لما ندوروها ولا نبداو نكوروا فيها ما بين يدينا ما تحسوهاش يعني جات مدوره عادي. دوكا نوري لكم يعني ربما الصوره راح تشرح لكم اكثر من انني نتكلم. هاي ليك، شوفوا يعني درت دائره، وشوفوا راح نقرب لكم مليح مليح، راكو تشوفوا هاد التشققات اللي في العجين، هما يعني من بعد لما ندخلوا هاد الغريبيه في الفرن راح يتشقوا وراح يجوا يعني الحبات كامل مفلقين. هاي ليك، هنا اللي حبي يستخدم ميزان يعني كيما يحب. انا درت عيني هي ميزاني، يعني درت كريات متوسطه، ماهمش صغير بزاف وماهمش كبار بزاف.
شوفوا هنايا لما تكونوا تشكلوا في الكريات يعني ما تزيروش على العجينه بزاف هكذا باش ما تجيش مدكسه وتتشقق لكم تمتم. هاي ليك انا راح نواصل العجين تاعي يعني كامل بنفس الطريقه. هاي ليك يعني ندوروا هنايا لكن يعني ما نمدلوش هذاك الشكل الدائري يعني حتى وتحاولوا تدوروها ما راحش تجيكم مدوره كيما يعني اي عجينه عاديه. هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها اللي سخسوا على شحال خرج لي هذاك الواحد كيلوغرام. يعني انا هذاك الواحد كيلوغرام كان ناقص لي شويه يعني حوالي 50 60 غرام. هنا كيما راكم تشوفوا تقريبا خرجت لي ما بين 60 و 62 حبه. بالنسبه للتزيين يعني ما شكيتش كاين زوج يختلفوا على التزيين تاع الغريبيه، شويه قرفه من الفوق وراح تتحصلي على هذيك الرائحه تاع الغريبيه. يعني لما تكون تدور في الدار هذيك الريحه تاع القرفه، هذيك الريحه تاع التحماص تاع الفارينه لما تكون طيب من تحتها، يعني من اجمل الروائح اللي تقدري تشميهم في الكوزينه ديالك. بالنسبه للفرن كذلك يعني الفرن حاجه مهمه. شوفوا انا الفرن تاعي يشعل من تحتها ومن بعدك يعاود يشعل من الفوق، من تحت والفوق ما يشعلش كيف كيف. اللي عندهم الفرن يشعل تاعهم من الفوق ولتحتها يعني راح تسخنوا الفرن تاعكم على اعلى درجه. يعني لما تبداو تشكلوا في هاد الغريبية انا راح نقول لكم على الفرن ديالي شعلته من تحت على اعلى درجه، خليته يسخن حوالي ربع ساعه. يعني بديت نشكل في هاد الغريبية شعلت الكوشه ديالي، لما سخن مليح مليح بما انه ما يشعلش من الفوق عاود طفيت من تحت وشعلته من الفوق. يعني لما شعلته من الفوق كنت ندير في هاد القرفه، هكذا الفرن تاعي كان سخن يعني من تحت وسخن كذلك من الفوق. ومن بعد لما كملت يعني هاد المرحله تاع القرفه طفيت الفرن تاعي عادي هذاك من الفوق لانه سخن لي، عاود شعلت الفرن تاعي من تحتها ودرته تقريبا على درجة حرارة 150، يعني ضروري تكون من متوسطة إلى هادئة هكذا باش هاد الغريبية ما تتخطفش وتطيب لكم في غرضها. بالنسبة اللي عندهم الفرن تاعهم يشعل من تحت أو من الفوق واش ديروا، يعني شعلوه من تحت ومن الفوق على أعلى درجة. نتوما راكم تشكلوا في الغريبية هو راه يسخن، لما تبداو تطيبوا في هاد الغريبية طفوا من الفوق وخلوه شاعل من تحت فقط بعد ما تنقصوا للنار ديالكم وخلوا الغريبية تاعكم تطيب في الأخير كامل. إذا حبيتوا تزيدوا تحمروها من الفوق حمروها شويه افق. انا حبيت نوري لكم هاد الملاحظه، شوفوا يعني هنا السنيوات راني قلبتهم. شوفوا هاد الزوج رونجيات اللي جايين على الاطراف يعني تشقوا بالكامل، هاد الرونجيات ولا هاد الصفوف اللي جايين في الوسط يعني ما تشقوليش كامل لان الفرن تاعي سخون في الوسط والاطراف ماهوش سخون. قلبت هنا الصواني ودوك تشوفوا يعني الاطراف راهم مشقين وهذاك الوسط ثاني دوك يزيد يطيب ويتشق. هنا شوفوا اذا لاحظتوا زادوا هذوك الصفوف اللي في الوسط يعني ثاني تشقولي لانه يعني زدت قلبت الصواني وخليتهم يطيبوا بالطبع. انا بالنسبه للغريبيه راكم تشوفوها شويه محمره من الفوق لانني قلت لكم يعني مقبلات سخنت هذاك الفرن من الفوق وعاود طفيت له، فلما دخلت الغريبيه تاعي مع هذاك الصهد اللي من الفوق يعني تحمرت لي شويه. هنا مدة الطهي يعني قد ما دات لكم، المهم نتوما تشوفوها يعني تشقت بالكامل، ترفدوا يعني بالسكين ولا أي حاجة من تحت تشوفوها ولات لكم دوغي، معناتها الغريبية تاعكم راهي طابت. أنا قلت هذا الجزء من الفيديو نحيه نخليه ومن بعد قلت ولا غير نخليه، شتو يدي كيفاش راهي ترجف، يعني هنا كان قريب راح يأذن وكنت صايمة، وكنت يعني نطيب في الفطور وأمامطو يعني نصور في هذا الفيديو، يعني حبيت نقول لكم فقط، يعني ما كانش حاجة تجيب السهل، لما تكوني ديري في وصفة عادي يعني بدون تصوير. ولما تكوني تصوري فيها يعني اختلاف قد السماء قد الارض، يعني لما تكوني تصوري يا لو كان تكوني يعني راح تقلي حبه تاع بيض، يعني حبه تاع بيض شحال راح تدي فيها 3 دقائق 4 دقائق، لما تكوني تصوري يعني تدي لك قريب نص ساعه. ولهذا يعني مانيش نقول لكم ليا انا فقط، يعني حتى اصحاب القنوات، يعني لما تصوري اي وصفه يا لو كان تكون بسيطه يعني صدقوني العمل تاعها بزاف متعب، لانك تكوني تصوري في كامل تفاصيل الصغيره والكبيره هكذا باش توصلي هذيك غوسات لهذاك المشاهد وبأدق التفاصيل. ولهذا يعني ما تبخلوش في هذاك الجام، شفتوا الوصفه يعني عجبتكم استفدتوا خديتوا معلومات مشي غير انا، يعني هذاك الجام راح يكون يعني اقل واجب. راح نستنى تعليقاتكم الايجابيه حول الوصفه اذا جربتوها ان شاء الله، وراني متاكده بلي راح تنجحوا فيها. اذا حبيتوا تبعتوا اي صور رابط الانستغرام تاعي تلقاوها في صندوق الوصف، واللي تبعت لي الاولى كامل يعني راح ندير لها الصوره تاع الوصفه تاعها في المنتدى. هذه نهايه الفيديو وفي الاخير ما عليا الا نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.